دكتور محمد المنصور، رئيس قسم المختبر مركز المأمور الطبي التشخيصي. نتكلم عن شركة ماندري. شركة ماندري معروفة في السوق المحلية حاليا من أفضل الشركات توفر الأجهزة الطبية. بالنسبة لأجهزة المختبر، جهاز المناعة، جهاز الكيمياء، عدة موديلات وعدة تشكيلات. الشركة برزت في السوق مؤخرا وكانت من أفضل الشركات المنافسة محليا وإقليميا. وفرت أجهزة بتقنيات حديثة وخدومة، خدمت المختبرات، ساعدتنا في تسهيل وتقديم الخدمة التشخيصية بشكل أسرع بشكل أدق بتقنيات حديثة منافسة لشركات عالمية. شركة ممتازة وتستحق الثقة. حياكم الله جميعا. دكتور طلال القحطاني، مدير مختبرات أيلاب، دكتوراه في التشخيص الجزيئي والميكروبي. المشكلة اللي تواجهنا عادة هي تقييم الفحوصات لدينا، فمن أغلب المشاكل اللي بنواجهها احنا انه هل تعرف هل الفحوصات دقيقة ام لا. طبعا العلم والكتب كلها تقول انه ضروري يكون معك external quality control وinternal quality control. هذا العام احنا مقتحمين من شركة مندري انها جابت لنا جهاز البرو اللي اشتركنا عن طريقه بالاكسترنال كواليتي كنترول اللي فحصت في اسبانيا، وكان تقييم كثير من المختبرات على مستوى امانه العاصمه تقييم كويس، بعضها كويس وبعضها متوسط. واحنا كذلك، فكانت بعض الفحوصات مثلا ممتازه جدا، ممكن يظهر لك فحص قد يكون فيه انحراف بسيط انت بتحاول انك تعدله. فاحنا ننصح ان احنا نشترك في الاكسترنال كواليتي كنترول، ما استطعنا او ان المطارات مغلقه او شيء من هذا القبيل، ممكن نشترك بالانترنال كواليتي كنترول بين بقيه مختبرات امانه العاصمه والجمهوريه بشكل عام. لان في هذا الطريق انك تشترك في الاكسترنال او الانترنال كواليتي كنترول تقييم فور يور سيلف، وايضا تقييم لادائك، وايضا بحيث تكون نتائجك ذات مصداقيه ووثوقيه بينك انت والطبيب والمريض. الدكتور جلال الخميسي، رئيس قسم المختبر الأوروبي الحديث. طبعا نحن لدينا جهاز ماندري BS240 في قسم البايوكيمستري، وكذلك لدينا جهاز هيماتولوجي BS6800، ويعتبر من الأجهزة الحديثة في اليمن، ويعتبر هو الجهاز الوحيد المتواجد في اليمن وجهاز حديث. وطبعا شركة ناتكو نحن نتعامل معها متواجدة في اليمن، وطاقمها جيد ولدينا تعامل معهم، ويعتبر من أفضل الشركات المتواجدة في اليمن. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتور أحمد العنباري، مستشفى الأوروبي الحديث، رئيس قسم الهيماتولوجي في المستشفى. كنا نتكلم اليوم على جهاز BS6800، طبعا جهاز من أفضل أجهزة المختبر في اليمن، الوحيد الموجود في اليمن كامل موجود في المستشفى الأوروبي الحديث. الجهاز هذا تحمل لود كبير، وفر علينا حاجات كثيرة، وفر علينا شغل البادي فلويد وكمان الريتكس، يعمل كونكشن للنورمال باست. هو يعتبر سيفن بارت من الأجهزة المطورة جدا، من أفضل الأجهزة الموجودة في الجهاز الأوروبي اليمن. معكم الدكتور محمد بامشموس، المدير الفني للمختبرات اليوسفي التخصصية. مواكبة لكل حديث والإضافات الجديدة اللي نسويها دائما في المختبر، معنا جهاز ماندري بإمكانيات وإضافات جديدة وحديثة كما عودتنا دائما ماندري بإمكانياتها الجيدة. في مجموعة كبيرة جدا من الفحوصات اللي هي التخصصية اللي هي متوفرة في الجهاز هذا فقط، غير موجودة بأجهزة أخرى. شركة ماندري أيضا أحب أوضح لكم من خلال ممارستي مع الجهاز يعني أنه في معها مهندسين متميزين للصيانة، وأيضا خدماتهم راقية جدا. اسمي الدكتور عادل الدحمسي، طبعا بكالوريوس مختبرات طبية، تخصص سنة أولى ماجستير بنك دم وعلم دم. أشتغل في المستشفى اليمني الأردني الواقع في صنعاء شارع بينون. طبعا نشكر شركة ماندري على توفيرها الجهاز الذي هو الجهاز المناعي، بيشتغل بكيمو لومينيسنس اللي هو إصدار CL900،
طبعا خدمات الجهاز راقية وثابتة وفي نفس الوقت يعني غير متغيرة. بالنسبة لشركة مندري نتواصل معهم في أي مشكلة، الحمد لله أنهم يتجاوبوا في أسرع وقت ممكن. أنا دكتور عبد الغني لطف، مدير إدارة ضبط الجودة ورئيس قسم الهرمونات والفيروسات بالمختبرات التولية الحديثة. من ضمن الأجهزة التي توفرها المختبرات التولية الحديثة جهاز مندري خاص بالاختبار الفيروسات والهرمونات والتيومر ماركر وبعض الأوتو أنتيبودي. الجهاز جيد في عمله، ممتاز، وطريقة العمل سهلة وأصيانة متوفرة، وأيضا على تواصل دائم مع الشركة وخدماتهم ممتازة. الشركة الوكالة مندري، وتشغيل الجهاز وطريقة عمله بسيطة وليست معقدة جدا، ونتائجه ممتازة بعد مقارنتها بشركات أخرى من ضمنها شركة روش، شركة أبوت. النتائج فيه متقاربة في كثير من الأحيان. منطلق مقولة شعارنا مركز أدفانس الرازي، نهتم لأن صحتك أهم. معكم الدكتور حسين عمر الزاهر السقاف، مدير مختبر أدفانس الرازي صنعاء. طبعا عند افتتاح هذا المركز الرازي وجدنا أنه من أهم الأجهزة المخبرية ذات الكواليتي العالي، وبعد التقييم وجدنا من أفضل الأجهزة تبع شركة مندري، ولهذا كان تجهيزنا المختبر بأحدث التقنيات لشركة مندري. عندنا الجهاز BC5390، هذا من أحدث الأجهزة والمتواجد حاليا لدينا وغير متواجد في أنحاء الجمهورية. ثاني حاجة الجهاز الخاص بالمناعة اللي هو CL1200، وجهاز البايو اللي هو البرو 240. فجميع الأجهزة لدينا في المختبر من شركة مندري ذات الجودة العالية والقيمة القوية، وحبينا أن نكون في هذا المركز متميزين ونجلب أفضل الأجهزة وأحدث الأجهزة. فبعد المسح وبعد الإسكانينج لعملية الطب التشخيصي وجدنا أنه شركة مندري هي أفضل الأجهزة في المجال التشخيصي. وطبعا نثمن برضو جهود الشركة في والوكيل في سرعة الخدمة في إنجاز الأعمال سريعا، حيث نكل لهم جميع يعني جميعا لهم الشكر والتقدير في توفير المحاليل وفي الصيانة ما بعد البيع وهكذا. وفي النهاية كما قلت في البداية، مركز الرازي أدفانس الرازي من مقولة نهتم لأن صحتك أهم، ومع مندري أفضل جودة وقيمة عالية.